وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى، اللهم لك الحمد أنت أهل الحمد والثناء، اللهم لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في بيت من بيوت الله، اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فريق في الجنة وفريق في السعير. نحن نسير في هذه الدنيا من مرحلة إلى مرحلة، انتقلنا من بطون أمهاتنا إلى الأرض، ثم ننتقل من هذه الأرض من فوق الأرض إلى أسفل الأرض، إلى القبور، إلى القبور، لأن القبور هي أول القبر هو أول منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار. ثم ننتقل من القبور إلى عالم البعث والنشور، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، عليه صفة: حفاة عراة غرلا، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا الله أكبر. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تذكروا عباد الله، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. تذكروا يا عباد الله، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. من أين؟ من القبور. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. تذكروا يا عباد الله، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا،
ذلك حشر علينا يسير. والله إننا معهم، والله إننا معهم، نقوم من قبورنا ننفض التراب عن رؤوسنا لنقف على أرض القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. من الذي جمعهم؟ أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لنعرض على رب العزة والجلال، كما بين ذلك ربنا جل وعلا فقال: يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أين هم؟ على أرض القيامة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، ما فيها جبال ولا أشجار ولا أودية ولا وهاد، أرض مستوية يجمع الله عليها الأولين والآخرين. لماذا؟ ليقضي بينهم أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. يقول رب العزة والجلال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. تذكر هذه النتيجة، تذكر هذه النتيجة، نتيجة النجاح والعز والشرف والفخر، لا إله إلا الله. يرفع كتابه فرحا مسرورا: الله أكبر، هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. أين هو؟ فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية، قطوفها فهو في عيشة راضية، قطوفها دانية في جنة عالية، قطوفها دانية. يقال لهم في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما نتيجة الخسران والخيبة والحرمان: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ربي لا تجعلنا منهم، يا ربي لا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت، لا إله إلا الله، ثم يتحسر على تلك الأموال التي جمعها في الدنيا من الربا والغش والخداع والرشوة، ترويج المخدرات والمسكرات. ما أغنى عني ماليه، بل هو زاد له إلى نار جهنم، أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، نسأل الله العافية. هلك عني سلطانيه. تذكروا يا عباد الله، إذا قال الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، أين المصير؟ ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
ينقسم الناس يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار. الله واجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. إن سألتم عن سعة الجنة فقد قال الكريم جل جلاله: جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. إخواني في الله وأخواتي في الله، إذا ذكرت الجنة استنار المجلس وفرحت القلوب واطمأنت وهدأ البال وشرأبت الأعناق، وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. نسأل الله كريما فضل الجنة. لا إله إلا الله. إن سألتم عن عدد أبواب الجنة فهي ثمانية كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن سألتم عن سعة تلك الأبواب فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وبصرى، أو لكما بين مكة وهجر، يعني الأحساء والبحرين. قال عبد الله، قال أحد الصحابة رضي الله عنهم في خطبة له: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. الجنة يا عباد الله، شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد ما دمتم في زمن الإمكان. إن سألتم عن بناء الجنة فقد بيّن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لبنة ذهب ولبنة فضة، لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. المؤمن إذا سمع هذه الأوصاف عزفت نفسه عن الدنيا، الدنيا الدنيا التي قال الله عنها: قل متاع الدنيا قليل. إي والله، قل متاع الدنيا قليل. إذا أردت أن تعرف هذا المعنى فاقرأ قول الحق جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الجنة الجنة، لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخلها، يا رب نسألك الجنة، يلا من فضلك، لا إله إلا الله، من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه الجنة، بعكس الدنيا، الدنيا
بينما الإنسان في صحة في رفاهية من العيش جمع الأموال وشيد البناء ما يدري إلا وقد هجم عليه الموت. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هادم اللذات، لا إله إلا الله، الموت لا إله إلا الله. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، الاستعداد للجنة يا عباد الله ما دمتم في زمن الإمكان. أما إن سألتم عن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما إن سألتم عن سقف الجنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وأراه قال وفوقه عرش الرحمن، الله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومنه تتفجر أنهار الجنة. الجنة يا عباد الله فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا ولهم فيها من كل الثمرات. تصور أهل الجنة وهم في الجنة، يقول رب العزة والجلال إن الأبرار لفي نعيم، والله نعيم لا يزول ولا يحول، ما في تنغصات ولا تنكيدات، ما في أمراض ولا هموم ولا غموم ولا حروب طاحنة ولا مجاعات، لا، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم، وينظرون إلى وجه الله الكريم. ما أعطي أهل الجنة أفضل ولا ألذ ولا أطيب من النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله الكريم من فضل. الله، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب، يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك اسمع يا عبد الله ويا أمة الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متى وقت المنافسة؟ في القبور؟ لا لا، ليش؟ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب وقت التنافس على أرض القيامة؟ لا، لأن أرض القيامة أرض الحساب والجزاء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، لماذا؟ ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متى وقت العمل؟ متى وقت التنافس؟ متى وقت المسارعة؟ متى وقت المسابقة؟
في الدنيا، في الدنيا، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. تذكروا يوم أن نقول لأبنائنا وبناتنا في أوقات الامتحانات: من جد وجد ومن زرع حصد، من طلب العلا سهر الليالي. ها، وننسى جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة، الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التنافس، المسابقة، المسارعة في الدنيا. ما هو المطلوب منا في الدنيا؟ ما هو المطلوب منا؟ أننا نغوص في قيعان البحار؟ لا لا لا، أو نرفع رؤوسنا حتى نمس الثريا والنجوم؟ لا لا، المطلوب منا أن نوحد الله جل وعلا، التوحيد، التوحيد، لأننا والله ما خلقنا إلا لنوحد الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يفردون الله بالعبادة، يبتعدون عن مواطن الشرك والبدع والخرافات والمحدثات والخزعبلات، يبتعدون عن الكهان والسحرة والمنجمين وغيرهم من أهل الشعوذة. نسأل الله أن يطهر منهم بلاد الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم، ترى هؤلاء هم، نسأل الله العافية، أعداء العقيدة الذين يلوثون العقيدة. نسأل الله أن يكفر شرهم وأذاهم. نعم، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: باب في كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. يعني حقق التوحيد، خلص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. إذا وحدت الله، إذا وحدت الله جل وعلا، أبشر بكل خير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن بات يشرك بالله شيئا دخل النار. أيضا أمرنا أن نتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نتبع هدي الرسول، ما نتوسل بالرسول ولا نعبد الرسول ولا نطلب حاجاتنا من الرسول، لا، نتبع هدي الرسول. اي والله، والله، بس مطلوب منا ان نتبع هدي الرسول، كما قال جل وعلا: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ان اردتم محبه الله ومغفره الذنوب فاتبعوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. أيضا من الأعمال التي ننافس بها ونسارع بها، ها، الصلاة، الصلاة فرضا ونفلا، الصلاة فرضا ونفلا، أيضا الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، بر الوالدين، بر الوالدين، صلة الأرحام، نسأل الله التوفيق والسداد. هذه أعمال كلها والله يسيرة، ولكن على من يسرها الله عليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الجنة يا عباد الله، تذكروا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة فقال: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم العلوة يعني عود الطيب، ورشحهم المسك.
شوف يأكلون ويشربون في الجنة، يعطى الرجل منهم في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع، لكنه يخرج من أجسادهم كرشح المسك، لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم فيقول: على خلق رجل واحد، لاختلاف ولا اختلاف بينهم ولا تباغض. رب العزة والجلال يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أم ثم يقول صلى الله عليه وسلم: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. لا إله إلا الله. ما هي أوانيهم في الجنة أو آنيتهم في الجنة؟ الذهب والفضة، الله من فضلك، لا إله إلا الله. لا، ملابسهم في الجنة الحرير والسندس والاستبرق، حليهم الذهب وأساور الذهب والفضة. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. هم في الجنة يا عباد الله، الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. من الذي يخدمهم في الجنة؟ ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. أزواجهم في الجنة. قال بعضهم رحمه الله: وإن سألتم عن عرائسهم في الجنة فهن الحور الحسان اللواتي جرى في أعضائهن ماء الشباب، كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت، وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها يعني من أولياء الله. فقل ما تشاء في تقابل النيرين. يرى مخ ساقيها من وراء لحمها، لا يستره عظمها ولا جلدها ولا حلالها، ويرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. والله جمال طبيعي، الله من فضلك، لا إله إلا الله. أسمع يا مفتون في الصور المزوقة، في الصور الملونة. اسمع يا مفتون في المواقع المحرمة. اسمع: ويرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمال. اي والله هذا جمال طبيعي، نسأل الله الكريم من فضله. ما في حمور ولا خضور ولا صفور ولا خرجت من ورشة الكوفيرة، لا، واكبر جمال طبيعي. شوف اللي تخرج الآن من ورشة الكوفيرة في وقت الزواج يمكن 2 3 أيام، ها ما زالت الأصباغ علي، لكن اللي راحت 2 3 أيام وين الأصباغ؟ يقول زوجها: أنت اللي الخابر، ها شلون تغيرتي كذا؟ قالت: لا ما تغيرت، بس راحت حقت ورشة الكوفيرة حمورات والخضرات والصفورات. نعم، فهذه الحورة يرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. لو اطلعت على الدنيا
لملأت ما بين السماء والأرض ريحا نصيفها على رأسها. الله أكبر، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ثم قال رحمه الله: لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، مبرأة من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط وسائر الأدناس، لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لكن لي وقفة قصيرة مع أخواتي المؤمنات، أسأل الله أن يحفظنا وإياهن بحفظه. اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور، يا رب احفظهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول يا أمة الله أبشري أيتها المؤمنة، المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. ربما تسأل إحداهن وتقول ليش؟ أقول لك يا أمة الله، لأن المؤمنة في الدنيا تصلي وتصوم تحج تعتمر تبر بوالديها تصل أرحامها تحسن إلى الفقراء والمساكين، يرفعها الله بهذه الأعمال فتكون أفضل من الحور العين. اللهم اجمعنا مع والدينا ووالد والدينا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا في الجنة. نعم يا رب نسألك الجنة، يلا من فضلك الجنة يا عباد الله. وفريق في السعير، يا رب نسألك العافية. إذا ذكرت السعير، إذا ذكرت النار، إذا ذكرت جهنم ضاقت الصدور ذرع لا إله إلا الله، أظلمت المجالس. يا رب رحماك رحمات، النار السعير السعير النار. يقول رب العزة والجلال: فأنذرتكم نارا تلظى. يا الله رحمك رحمك أخي في الله، إذا جلست عند نار الدنيا تذكر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إنها لكافية. أي والله يعنون نار الدنيا إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كم عدد أبواب جهنم؟ لها 7 أبواب. جهنم دركات، الجنة درجات ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أما جهنم فهي دركات يحطم بعضها بعضا. أسفل الدركات أعده الله للمنافقين، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. جهنم يا عباد الله، إن سألتم عن وجوه أهل جهنم فقد قال رب العزة والجلال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا طعامهم في جهنم، الضريع والغسلين والزقوم. الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إذا اشتد بهم الجوع يتزقمونه تزقما فينشب في حلوقهم
ثم إذا وصل إلى بطونهم اسمع خبر الرب جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تذكر إذا وصل إلى بطونهم يقطع الأمعاء والأوساط، يستغيثون يستغيثون يريدون ماء، بماذا يغاثون؟ يقول جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الرصاص المذاب: يا رب نسألك العافية، أعوذ بالله من النار، استجيروا بالله من النار يا عباد الله، أهربوا من النار ما دمتم في زمن الإمكان. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على المنبر وعنده الصحابة، الصحابة أولئك الرجال، فجعل يحذر وينذر: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى سمعه من في السوق صلى الله عليه وسلم، وكانت على عاتقه خميصة وقعت عند رجليه من شدة الإنذار. النار، النار يا عباد الله، اهربوا من النار ما دمتم في زمن الإمكان. وتذكروا أهل النار كيف أحوالهم في النار، نسأل الله العافية يا ربي، كيف أحوالهم في النار؟ أحوالهم الصراخ والبكاء والعويل، نسأل الله العافية. كما قال بعضهم رحمه الله: ينادون مالك يا مالك يا مالك قد يا مالك قد تفلذت منا الكبود، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. يجيبهم بعد زمان: إنكم ماكثون. ما هي ملابسهم في النار؟ قطعت لهم ثياب من نار، فصلت على قدر أجسامهم، نسأل الله العافية. يقول رب العزة والجلال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يا رب نسألك العافية، يا رب نسألك العافية، نستجير بالله من النار. تذكر أهل النار، يقول جل وعلا: ويوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. متى عرفوا فضل الطاعة؟ يوم تقلب وجوههم في النار. هذه من الأمنيات التي كانوا يتمنونها ويتأسفون فيها ويتحسرون، مثل ما تمنوا عند الموت. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن عرف فضل العمل الصالح، يعني سنين مضت من عمره وهو يرفل في ثياب المعاصي والذنوب، نسأل الله العافية، معرضا عن الله. الآن قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يجاب على هذا المطلب؟ لا، كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله أكبر، هذا في القبر، عذابه في القبر، أما يوم القيامة
يوم أن يسحب على وجهه في نار جهنم. يا رب نستجير بك من النار. إخواني في الله ويا أخواتي في الله، علينا أن نبتعد عن نار جهنم ما دمنا في زمن الإمكان. بالله عليكم، هل ظلمهم الله؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ الله جل وعلا أرسل الرسل، أنزل معهم الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحذرنا ربنا من هذا العدو اللدود. قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اللهم ارحم ضعفنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير. يا رب يا ربنا يا ربنا خذ بنواصينا إلى كل خير. يا رب ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ثقل موازيننا، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا على حوض نبينا من الواردين ولكاسه من الشاربين. اللهم أسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع والدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات في جنات الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقضاتنا. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.